بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفاية ذنوب. الذنب اللي هنتوب منه النهاردة الدياثة، الديوث اللي الغيرة اتبخرت من عنده، اللي بنته أو زوجته أو أخته تخرج قدامه بلبس يكشف مفاتنها تفتن بيه الشباب ويعمل نفسه مش شايف، والأشد إنك تلاقيه هو اللي بيختار ليها تلبس إيه وإيه حلو عليها، زي ما يكون بيقول للناس اتفرجوا على زوجتي. الإنسان صاحب الفطرة السليمة أغلى حاجة يملكها ويعتز بيها هي رجولته، والراجل اللي بجد أصعب كلمة تهز كيانه إنك تقوله أنت مش راجل. الديوث شخص قتل رجولته، باع كرامته، إنسان غير سوي، منتكس الفطرة. الرجولة ليست فحولة. صحيح كل رجل ذكر، وليس كل ذكر رجل. الديوس اللي يبقى هو وولاده وبناته وزوجته بيتفرجوا على مشهد خارج وكأنه مش شايف، فوالله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. الديوث اللي بيسهل كل حاجة لزوجته، لا بيقول لها رايحة فين ولا جاية منين، وممكن يجيب صحابه يسهروا معاه وينزل ويسيبهم في الشقة معاها، وتكون النتيجة الوقوع في الفاحشة. واللي يسيب قريبه في بيته مع زوجته ويقول له انت مش غريب، لا طبعا غريب وحرام. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، حتى ولو كان أخوك. قال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. والحم هو قريب الزوج اللي الناس ما تشكش في دخوله. والأشد من كل ده إن الديوث هو اللي بيدفع زوجته للحرام أو بنته أو أخته بكل الرضا. والله النوعيات دي موجودة للأسف في المجتمع وبصور كتير. الإنسان السوي الحر لو واحد بس بص لزوجته هو ماشي معاها دمه بيفور ويبقى عايز يفترسه زي الأسد. ده لو حد عاكس بنتك أو أختك في التليفون أو الطريق الدنيا بتولع. هو الإنسان يملك إيه أغلى من عرضه وشرفه وكرامته، وشعاره دايماً: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. الديوث ممكن يعرف إن زوجته بترتكب الفاحشة ويعمل نفسه مش شايف. جاء رجل إلى ابن عباس وقال له: أريد أن أتزوج جاريتك فلان. فقال له ابن عباس: أنا لا أرضاها لك. فقال له: لماذا؟ قال: إنها تتطلع للرجال، بتنظر للرجال. فقال الرجل: لا بأس، ليس في ذلك عيب، مفيش مشكلة. فقال ابن عباس: أنا الآن لا أرضاك لها، لا غيرة ولا أدب. المرأة بتحب الرجل الغيور، لو ضاعت الغيرة من الراجل يبقى ملوش طعم ولا لون. سبحان الله، الشرف، العرض اللي لو الراجل مات وهو بيدافع عنه يكون شهيد، ربنا يتقبله من الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم: من مات دون عرضه فهو شهيد. ينفع يتفرط فيه بسهولة كده؟ إذ لم تستحي فاصنع ما شئت. كفاية دياثة. لكن ليه الدياثة كترت، وإيه الأسباب اللي تخلي الإنسان يبقى ديوس ويبيع شرفه؟ أهم سبب الفطرة الغير سوية. أكيد ده إنسان مريض نفسي، عنده خلل مش طبيعي. كمان اللي يخلي الإنسان يكون ديوس ضعف الإيمان. كلما زاد الإيمان زادت الغيرة، وكلما ضعف الإيمان ضعفت الغيرة. وكتر المعاصي سبب لضياع الغيرة. قال ابن القيم: إن المعاصي تطفئ في القلب نار الغيرة. مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت لها: لما تبكي الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي، وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. اللي خلى الدياثة انتشرت ضعف القوامة. بقى الراجل ست
والست راجل، هي صاحبة الكلمة، الكلمة كلمتها، هي الآمر الناهي، ما يقدرش يقولها حاجة، لأن هي اللي بتنزل تشتغل وتصرف على البيت، وهو قاعد على الموبايل وقدام التلفزيون، مش شغله راحت فين ولا جاية منين، أهم حاجة تجيب له فلوس. والله البيوت مدارية كتير، راح فين قوله تعالى الرجال قوامون على النساء؟ اللي سايب بنته أو أخته تكلم شباب صحابها وتخرج معاهم عادي، ويقول أنا عارف أنا مربيها إزاي وعارف بنتي بتعمل إيه، راح فين قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ قال صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. للأسف الدياثة زادت لما غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مين فينا دلوقتي لما يشوف حاجة تغضب ربنا بيحاول ينصح الناس بالموعظة الحسنة، أو حتى بيحاول يغير المنكر بقلبه؟ إحنا فين من قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ إحنا فين من قول النبي إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه، وغيرة الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. الغيرة غريزة فطرية ربنا غرسها في الإنسان، فكل إنسان طبيعي عنده غيرة. الغيرة هي اللي خلت الرجل البدوي وزوجته لما راحوا المحكمة، الزوجة بتدعي إن ليها مبلغ من المال عند زوجها، فالقاضي طلب من زوجته تكشف وجهها عشان تدلي بشهادتها، فالزوج دمه فار ورفض إن زوجته تكشف وشها رغم الخلاف اللي ما بينهم، وقال للقاضي أعطي لها ما تريد ولا تكشف وجهها. والزوجة لما شافت غيرة زوجها عليها قالت وأنا متنازلة عن حقي لي، مش اللي بيطلع زوجته من البيت في نص الليل لما يحصل أقل خلاف بينهم؟ فوالله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. ربنا بيحب عبده الغيور، والمرأة بتحترم الرجل الغيور وتعرف إن وراها راجل وهي تبادله الغيرة، لكن فيه غيرة ربنا مش بيحبها، غيرة تقوم على الشك وسوء الظن والتسرع، غيرة بتتحول لحقد وحسد وكراهية وقطيعة، غيرة قاتلة تدفع صاحبها للقتل. لكن الغيرة الحسنة جميلة ربنا بيحبها، الغيرة اللي يصلح بيها الرجل أهله، غيرة معتدلة، غيرة في محلها، غيرة بيحفظ بها زوجته من الدنس، غيرة لا تخلو من الحب والود. دخل سيدنا علي على زوجته فاطمة رضي الله عنها فرآها تستاك بسواك من أراك، عود من الخشب يلمس شفتيها، فغار علي من السواك فأظهر لها حبه وغيرته، فقال لها بيتين جميلين من الشعر: ظفرت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت أهلا للقتال لقتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. ربنا هيسألك عن زوجتك وبناتك وإخواتك، وقفوهم إنهم مسؤولون. اغرز الرجولة في ولادك، قول لابنك أنت راجل البيت، تخلي بالك من خواتك البنات. عايزين نربي ولادنا على الحياء والعفة، نعلمهم إن الكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء، والمتابعة مش عدم ثقة لأنهم أمانة في رقبتنا. الغيرة نعمة وعطاء من الله، فاجعل غيرتك لله وفي رضاه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين.
فايز نور بعدنا كتير وتاه منا طريقنا وسط ألف طريق ونسأل نفسنا ملنا علينا الدنيا ليه بتضيق ونسير إننا تهنا بقالنا سنين في بحر غريب أكيد آن الأوان نرجع لخالقنا وكفاية ذنوب عينك عفو الكريم أوسع كفاية من الحقيقة هروب أكيد آن الأوان نرجع لخالقنا وكفاية ذنوب عينك عفو الكريم أوسع كفاية من الحقيقة هروب بيقبل ربنا ويسمع أنين القلب لما يتوب كفاية 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 سنوب.